كبيرة جدا يا أكرم، مبارك لك على الميدالية وببارك لك على أدائك في المباراة النهاردة. حبيبي يا امير، ربنا يخليك، الله يبارك فيك، وبشكر اللعيبه وبشكر الجماهير اللي ساندتنا من اول يوم، وان شاء الله نحقق في افريقيا تاني ونرجع كاس العالم تاني، وان شاء الله يا رب يكتبها دايما على طول. عايز اتكلم عن المباراه النهارده تحديدا، كنت بادي كاساسي، اديت بشكل جيد، قول لي استعديت للمباراه دي ازاي، وكانت ايه اهم تعليمات مستر موسيماني بالنسبه لك انت تحديدا؟ لا، هو الراجل بيتكلم معاه بشكل كويس، والمكان اللي انا كنت فيه لعبته قبل كده فحافظه، فحتى زمايلي برضو بيساعدوني بشكل كبير اذا كان اي حد، بس بالاخص يعني حمدي والسوليه دايما معايا، وانا مبسوط من حاجه زي كده، والحمد لله ان احنا كلنا كنا كويسين وكنا رجاله، وقد الثقة اللي الراجل اداها لنا في الملعب، وكنا على قدر الثقة بتاعت الجماهير، يعني الحمد لله. بيمثل لك ايه اول ما رجعت من الاعاره، كسبت كاس مصر تمام، وبتاخد الميداليه البرونزيه مع النادي الاهلي، بيمثل لك ايه؟ اه طبعا فخر كبير طبعا، يعني قلتها قبل كده، نادي الاهلي نادي بطولات، واي حد يعني يتمنى يكون في النادي الاهلي، ورجوع للنادي الاهلي ده يعني من ساعه ما طلعت يعني من الاعاره وانا عايز ارجع تاني، وبس ارجع اكرم اللي دايما يكون في الصوره دايما، والحمد لله لما خدت الفرصه مسكت فيها وبشكر ربنا عليها. يعني عايز اتكلم عن المباراه النهارده بالتحديد، هل كنت حاسس ان احنا قريبين من الفوز في اكتر من فتره في فترات المباراه؟ اه طبعا، بص، هو الماتشات صعبه، وطبعا في ناس لعبت الماتشين اللي فاتوا فاكيد تعبانين، استعدينا بشكل كويس للماتش، كنا بنتكلم مع بعض دايما اللي يتعب نضم مع بعض عشان خاطر نريحه شويه، وبعد ما ياخد نفسه تاني نرجع ننتشر تاني في الملعب، فكنا بنتكلم مع بعض دايما، وكنا اقرب للفرصه، ان ضيعنا بتاع 3 فرص او 4 فرص، يعني لو كان فيهم توفيق كان كنا خلصنا الماتش من بدري، بس ربنا الحمد لله اخر لنا الفرحه، وبنشكر ربنا يعني على الفرحه دي. اصعب يعني الانجازات بالنسبه للنادي الاهلي هي ميداليه برونزيه السنه دي، خصوصا في ظل المنافسه البدنيه القويه على مدار ال3 مباريات، يعني مع الدحيل منافسه بدنيه تحديدا قويه، ودي جزئيه انا عايز اركز عليها، كمان مع الباير اقوى فريق بدني كمان في العالم، مش مهاري ولا فني بس، مباراه النهارده بالميرس البرازيلي بدنيا عالي جدا برضو، واقفين على رجليكم ما شاء الله، مستعدين بدنيا بشكل جيد جدا، شفت ان في فعلا صعوبه بدنيه في المنافسه في البطوله دي؟ بص، والله انا واحد من الناس، واظن يعني اللعيبه كده، احنا بس ما بنشوف، اول ما بنشوف الجماهير لا احنا بنموت نفسنا عشان خاطرهم، ان هم دايما بيبقوا دعم لينا ودفع لينا. خير يا كراميلا، حبيبي يا كابتن، خير حبيبي، مبروك عليك البطوله وعليك على الجمهور وعلى كله مبروك الجمهور. كمل اكتر. فالحمد لله، يعني انا بشكر ربنا على ان احنا واقفين على رجلينا 3 ماتشات، نفكر ان شاء الله لما نرجع في الماتشات بتاعتنا، وطبعا حابب تقول لايمن، ايمن اشرف احد نجوم النادي الاهلي في الحقيقه الفتره اللي فاتت. لا، هو عارف دايما لما بيطلع، انا ما شاء الله يعني ربنا يكرمه يا رب ويحفظه، ده اهم حاجه، لاعب راجل ما بيقصرش ما بيبخلش، عارف قيمه التيشيرت اللي هو لابسه، واتمنى له يا رب التوفيق دايما ويبعد عنه الاصابات يا رب. بشكرك يا اكرم، شكرا جزيلا، مستمرين معاك ولسه معانا طبعا. قول حابب تقول ايه؟ في حقه يعني الراجل ده يعني ما شاء الله بيتمرن كويس، لعب او ما لعبش ما بيتكلمش، الراجل ده دايما على قد المسؤوليه، اللي الراجل يعني المدرب بيقول له اعمل كذا بينفذ التعليمات بالحرف، فانا بشكره جدا على الفتره اللي فاتت، ان هو راجل مجتهد وملتزم في التمرين وبيساعد الفرقه جدا وبيساعد نفسه اولا، ومبروك طبعا على الطفل يعني. حبيبي ربنا يخليك. توفيق صح اسمه؟ توفيق. اه توفيق، اه الحمد لله، باسم ابو العيله التوفيق بقى، تعالى التوفيق الكرويه كلهم، معلش يا التوفيق.